حتى جيت عند هذاك واحد السمسار واحد السيد قلت ليه واحد البارطمان بغيت نكريها راني مقهقر وها اللي وقع عليه وها اللي وقع قال لك الدراري الصحافه وكان عليك قلت ليه ما عرفت حتى واحد وكنت لقيتكم في السوق ديال ما شاء الله ما شاء الله وما هذيك الساعه بغينا نخدموا القضيه صافي طلقت هذه الله تعود تخلي يدخل معك على الخط ما راح سير الحاج توكل على الله مشيو اه ندير مار هذا راه مش وحده حدا الارض صاحبي يا كريم ليش دوت لك هذا مرة تاخذ صحيح صحيح الناس المسؤولين زعما يسقوا الخبال ان شاء الله ولا بده مساء الخير مساء الخير ومرحبا بكم متابعينا متابعي قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر اليوم غادي نعيش واحد المحنة يعني واحد الانسان واحد المراكشي يعني ابن مدينة مراكش بعد 16 سنة يعني كما تنقولوا خلى لي الاب ديال واحد البركة بعد الارث فقرر انه يشتري واحد الارض على مستوى جماعة ايت سيدي داود قيادة ايت فاسكا دوار ايت موسى دوار ايت موسى كما تشاهدوا معنا يعني 16 سنة غرس فيها يعني كما تيقول الشريف بيديه الاشجار الزيتون حفر البير جنى بطاطا ما خلاش دار فهاد الارض هذه السعيده كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر يعني في واحد اليوم تيتفاجئ بدعوه قضائيه يعني ضده باش انه يتم الافراغ ديالو من هذه الارض وفعلا لانه يتم الضم ديالها فعلا تم الافراغ ديالو من هذه الارض هذه وفي الاخير يعني مشى مجهود ومشى يعني مشى مجهود ومشى مشات يعني 16 سنه هباء منثورا بعد ما انه كان كما تنقولوا بالملك ديالو برزقه بالارض ديالو اللي تقريبا فيها اربعه ديال الهكتارات تقريبا يعني ما يقل على اربعه ديال الهكتارات تقريبا يعني قل من اربعه الهكتارات يعني ثلاثه الهكتارات وشي بركه المهم قريب اربعه ديال الهكتارات تتشوفوا هذا هو الخيل اللي خلاه هي هذه اللي على اليسار انا كما تتشوفوا معنا في هذا البث المباشر الان يعني بنا فيها دويره ويعني ودار فيها خلينا هنا هي هذه اللي انفاس معنا ما شاء الله يعني بنا فيها دويره صافي نزلوا ما شاء الله يعني بنا فيها دويره ودار فيها حياه ودار فيها استقرار شوفوا ما شاء الله يعني دار مجهود باش انها توصل لهذه المرحله كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر ولكن تفاجئ في الاخير بدعوه قضائيه اللي فرغاتو تشوفوا ما شاء الله يعني خلى الغله فيها وخلى فيها اشجار الزيتون خلى فيها الغله كثيره وكثيره بزاف ولكن في الاخير كانت المفاجاه كبيره لانه ترفعت عليه واحد الدعوه قضائيه ديال الافراغ من طرف احد المالكين يعني شرا هو من عند المالكين ولكن في الاخير تصادف بانه ترفعت عليه دعوه قضائيه وانه خصو يخلي هذا المكان او يخلي هذه الارض هذه فتفاجئ يعني دار واحد حجز تحفظي ما كانش يظن انه بعد هذه السنوات 16 سنة عم تيجي معايا الفم فكانت المفاجأة كبيرة هذه الدعوة القضائية وتسريع هذه الدعوة القضائية والإفراغ ديالهم من هذه الأرض اللي كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر الآن تفضل الشريف تفضل معنا تفضل أنت في البث المباشر الآن تفضل السلام عليكم عليكم السلام تفضل ما يرحم الوالدين أنا راه شريت هاد الارض من عند ايت العربي الحمادي من عند الوراثه ديال العربي الحمادي وشاري هاد المطلب ديال التيتر وشريته 16 2008 من 2008 وانا شاريه وكان الماء ديال الزرابه تيعطيوه لينا نسقيو به النهار اللي مشى الماء ديال الزرابه ما بقاش الماء درت الموتور
وطحطونات وتسلفت، وهنا تنجيب لقمات العيش وهنا تنخدم. بان هذه هي البلاصه الوحيده اللي مناش عايش. هذه هي البلاصه الوحيده انا اللي تنعيش منها، ودرت فيها هاد شويه الزيتون، وتندير البطاطا وتنحيد البطاطا وتندير شويه القمح، وعايش به بخير وعلى خير. واحد المفاجاه تجاتني من تجاوني تجاني واحد السيد من الدوميل، داير شركه مع الدوميل. وقال لي وفاجأني بما دخل، قال لي البلاد الدوميل. دخل الدوميل. دخل الدوميل، قال لك تحول منها. قلت لي انا راه هنا باعوا لي هذوك الناس هنا فين عاطينهم. تحول منها. قال لي تحول منها. قال لي تحول منها، كاينه البلاد لتحت. دخله بواحد 3 كيلومتر على هذا المقر. والمهم بلا تعويض بلا والو، حكموا عليا بالافراغ وربعة المليون ديال الاستغلال، وانا ضعيف ما عندي باش نخلص لا الاستغلال ولا ما عنديش داكشي اللي عندي. داك القوت اللي كنت ننتج من هاد البلاد هو اللي عندي. حيت كانت عندنا الارض في طاسلطان، وجاو الناس ديال الضحى باع عليهم الوليد، وهذاك هو لقمه العيش منين تنجبدوا الرزق، تنجبدوه من الفلاحه. انا فلاح تما، وحين تعطاني با هذيك البركه ولا باع، عوضوا لينا الناس ديال الضحى. واللي جيت انا شريت هنا وخدام هنا 16 عام. 16 عام وانا خدام هنا. امتى ترفعت عليك الدعوه الشريف؟ 2021. من 2021 هما داروا لي دعوه ديال افراغ، وبقيت معاهم في البدايه، وعاودوا استانفت وثبتوا عليا في الاستئناف. ما عندي حد اللي وقف معايا، ما عندي حتى حد. والمهم داكشي اللي عطى سيدي ربي، ومن هنا تنجيب انا لقمات العيش. والوالده جابت لي الطوموبيل، شريت لي طوموبيل بعتها ودرت بها الموتور وحفرت بها الزيتون وخدمت. والحمد لله حتى نهار هاد الناس لاحوني لبرا. يعني امتى ترفعت عليك الدعوه؟ امتى واش تفاجئتي بالدعوه القضائيه ترفعت عليك صدفه؟ فراسي بما داروا عليا محامي وترفعت عليا الدعوه. ولا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف تشوف دروك انت المستقبل ديالك والحياه ديالك؟ المستقبل ديالي ضاع، انا ما عندي باش. قالوا لي تحول لواحد النمره اخرى، وما عندي باش ندير البير، وما عندي باش نحول هذاك الغرس. انا ما عنديش، ما عندي الله سبحانه الا هو. يعني ما داروا معك هاد الناس والو؟ ما داروا معايا لا تعويض، ما داروا معايا والو. يعني كيفاش نشوف الحياه ديالك دروك؟ الحياه ديالي مدمره، خاصني باش نعيش، ما عنديش باش نعيش، ما عندي حتى بديل انا باش نعيش دروك. انا خدمتي في الفلاحه وما عنديش. الا خطتني الفلاحه ما عندي والو. عندي الفلاحه تنخدم فيها، تنبيع داك شويه الزيتون، تندير البطاطا شويه تنبيعها في سوق البطاطا، تندير شويه القمح. هذا هو القوت اليومي باش تنعيش هذوك الوليدات. وما تجوج حتى 2009. عندي 4 الاولاد صغار، ما كاين اللي يعاونني كان الله تعالى. والمهم انا جيت لهنا وتبتليت وتكرفصوا عليا هاد الناس، لاحوني للزنقه، سدوا عليا المحل. ما داروا معايا والو. هذا هو المشكل. ما شاء الله. قلت لي بانه انت ما قارب حتى شي حاجه، يعني ما تتفهم. انا ما قارب والو. نهار الاول جابوني السمساره، لقيت هذوك الناس خدامين في هذه البقعه، في هذه النمره ديال 200 200 23 على 23000 و70 هي اللي لقيتهم خدامين فيها. من بعد الضم داز خدامين فيها واحد 6 سنين ولا 7، ما هضر معاهم حتى واحد. اللي جيت انا شريت من عندهم، وقال لي راه اللي سولتو تيقول لي ايت العربي الحمادي، هما هذيك البلاد الضم. دابا جابهم من ايت موسى، جابوهم من ايت موسى، من ايت موسى جابوهم لهنا، لاحوهم لهنا. وما كنا حنايا في ايت موسى بوناب تما فين كاينه عندي البلاد، فين كاين هذا الرقم. وعندي هذا الرقم ديال، يعني كاين تلاعب في الارقام، كاين تلاعبيه في الارقام. وعندي هنا عندي هذوك الجينار اللي هما اللي حدايا تما. وحولونا ديال اللوفيس، هما اللي حولونا. ما شاء الله.
ما شاء الله. هادوك خليتي اش اللي خليتي في هاد الارض هادي؟ خليت فيها البير محفور وخليت فيها الزيتون ودايره دايره بهذاك. شحال ديال الزيتون؟ 500 قل 30. 500 زيتونه قل 30 ودرت فيها شي شجرات ديال الكرام ودورتها بهذاك الطلح ودرت ليها الباب. وانت تتشوف انت درت ليها هذا الحصار اللي محصر على البلاد وقاعد مستقر فيها. وكانوا كرات هاد الدوميل كانوا كراوها اللي قايمي الحاج اللي قايمي وجا وقلبها وحين تعطيتو الوراق قال لي هذه هي البلاد ديالك داكشي باش بقيت انا هنا. والمهم دروك تتفاجئ جاوني هذوك الناس لاحوني لبرا ما شاء الله. ايوا داكشي اللي عطى سيدي ربي. حياتك توقفات كلها هي دابا. والحياه توقفات اخويا دروكا ما عنديش بديل باش نبدل هاد البلاد وما عنديش الامكانيات باش نعاود يديوني لشي بلاد اخرى باش نعاود نغرس ونعاود ندير البير. انا ما عنديش كاين الله تعالى دروكا يعني بقيت هكا. مجهودك وفلوسك كلها لا هذاك المجهود وهذيك وهذاك التكرفيس مشى في سبيل الله وصافي ما شاء الله. وهاد الجيران هادو ها البلاد ديال ايت موسى ها هي كاينه وكاينين عندي جيران. كاينين جيران على الشمال وكاينين على اليمين وكاينين على دوار بن موسى. هذاك البلاد تما تقولها يعني كاينين الناس اللي سابقين كاين كاينين الناس سابقيني وكاينين الجيران جابونا من ايت موسى من دوار من بن موسى جابوني لهنا جابوا هذوك الناس لحوهم هنا ما شاء الله. هو المهم داكشي اللي عطى سيدي ربي. الله يديم شي تويت الخير. امين امين. غادي نكملوا كلامنا اذا كما تابعتوا معنا متتبعينا فهذه حنا في عين المكان ديال ايت موسى كما تشوفوا معنا جماعه ايت سيدي داود اقليم الحوز. انا هذا السيد بعد 16 سنه كما تتابع معنا في هذا البث المباشر بعد 16 سنه تفاجئ بانه ترفعت عليه واحد الدعوى قضائيه من شركه من الضومين اللي تشتغل مع الضومين اللي فرغاتهم هذه الارض هذه. يعني كان عنده وثائق ادلاء بالوثائق لانه شرى من مجموعه ديال الورثه يعني بمبلغ مالي ل 100 مليون وما سهلش انه غرس تقريبا ما يزيد على 500 زيتونه يعني ما يقرب على 500 زيتونه وغرس اللي خلى بير وخلى دار وخلى بزاف ديال الامور في هذه الارض هذه. فاذا به تتفاجئ بهذا القرار ديال الافراغ اللي ما كان لا على البال وعلى الحسبان وفي الاخير كانت يعني انه الافراغ ديالو لانه جا حكم قضائي بالافراغ ديالو في هذه الارض هذه فلقى نفسه بانه ولا كما تنقولوا مهدود الحال يعني ما بقى لا لا راس لا رجلين كما تنقولوا بهذه العاميه انه ما بقات عنده حتى شي حاجه في الملك ديالو. الان يعني كل شيء فقده هاد الارض هذه اللي كان تعيش منها تيجن منها بطاطا تيجن منها الزيتون تيبيع وتيشري لقى نفسه انه عرضه للشارع وعرضه للضياع. فنتمنى انه الرساله ديالو تكون وصلت لكل مسؤول في هذا البث انه الرساله ديالو تكون وصلت لكل مسؤول في هذا البث المباشر. حنا بالضبط من دوار ايت موسى جماعه ايت سيدي داود اقليم الحوز يعني التابع لجهه مراكش اسفي انه المسؤولين القضائيين يعادوا لترتيب الاجراءات القانونيه لانه مؤخرا دار واحد حجز تحفظي باش انه استرجاع الممتلكات ديالو بطبيعه الحال. نتمنى في هذا البث المباشر ان تكون الرساله وصلت اكثر. نشكركم شكرا لكم الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.